الاحتياطات اللي بناخدها قبل عملية الدعامة. احنا قبل كده اتكلمنا على الاحتياطات اللي احنا بناخدها كأطباء لإجراء عملية الدعامة من ناحية التعقيم ومن ناحية المضادات الحيوية اللي بياخدها المريض قبل العملية والشاور وحاجات كده. في حاجات طبعا المريض نفسه هو لازم بيعملها، يعني مريض السكر دايما بننصحه انه يظبط سكره على قد ما نقدر، وبنفضل دايما يكون السكر التراكمي ما يزيدش عن 7 أو 6.5 بالكتير. لو مريض ماشي على أدوية سيولة بننصحه طبعا ان بيظبط أدوية السيولة بتاعته، لو بياخد أسبرين أو حاجة بنوقفه قبل العملية بشوية، لو بياخد أدوية زي الماريفين ممكن بنستبدلها بحقن اسمها كليكسان، يعني بنظبط درجة السيولة عند المريض. بنعرض طبعا المريض على دكتور التخدير اللي هينيمه بيشوف إذا كان محتاج يديله علاج ولا حاجة ونوع البنج اللي يناسبه. إذا كان مريض قلب بنعمل له رسم قلب وإيكو. الترتيبات العادية اللي ممكن تكون بتتعمل لأي مريض عادي هيعمل عملية، بس بنأكد أكتر على موضوع إن احنا نظبط السكر لمريض السكر. طبعا بيفضل إن المريض نتأكد إنه ما عندوش أي سيبتك فوكس أو مكان يكون في جسمه مصدر للعدوى، يعني مش مستحب إن احنا نعمل عملية الدعامة لواحد عنده قدم سكري أو عنده خراج في مكان معين أو عنده خراج في ضرسه أو عنده التهاب في الحلق أو في أي حاجة. يفضل إن الحاجات دي تتعالج الأول كويس قبل ما نخش في خطوة عملية الدعامة، عشان ما يكونش الحاجات دي ليها اثر ان هي تكون مصدر للعدوى بعد كده وتسبب لنا مشاكل. النظافه الشخصيه طبعا بننصح المريض بطريقه معينه في الشاور قبل العمليه، وطريقه معينه كمان بعد العمليه، زي ان هو ممكن ياخد شاور من غير ما ياثر على الجرح بتاع العمليه، وللمتابعه بعد العمليه سواء في المركز او في مكان يكون قريب من مكانه، الالتزام بالعلاج اللي احنا بنبقى كاتبينه له. كل الحاجات دي بنخلي المريض يشترك معانا وبنفهمه ان هو جزء كبير من نجاح العمليه بيعتمد عليه وبيعتمد على التزامه بالتعليمات بتاعتنا قبل واثناء وبعد العمليه.